الفلسطيني. اليوم بدنا نعمل فوكس على ما قدمته لإليسا بعملها الجديد. قديش حلو دائما هيك نصيبكم حلو انتم سوا لما تلتقوا. اختياره ناجح وصادق، وهيدي كنت ضل اقولها انا. المغني بينقي حسب حبه للعمل، مش بس الاعتبارات الخارجيه، وهيدا واضح بهالعمل. نقت اللي بتحبه، وان كان مني انا نقت ثلاث اغاني، صدقني انا يمكن بسمعها خمس اغاني نقت منهم ثلاث. بقى شغله كثير مهمه، بهنية على الأغاني التانية، بهنية على أغنية عبالي حبيبي اللي أنا حبيت أول ما سمعتها. لذلك هالنمط هيدا اللي بقى لك كتير، وعارفة إنه هي لازم تكفي فيه في النهاية.